Respiratory system.
جهاز التنفسي اللي فاكره بقسمه ازاي؟ ركز معاك اربع حاجات. كم حاجه؟ اربع. واحد هتكلم على الريسبيراتوري بس الممرات الفم. مش عارفه ده الريسبيراتوري بس الريسبيراتوري ماسل الريسبيراتوري سنتر بالمونري سيركيوليشن. وانا هتكلم على كم نقطه؟ اربع نقاط. ريسبيراتوري باسج، ريسبيراتوري ماسل، ريسبيراتوري سنتر، ريسبيراتوري ماسل. بالمونري سيركيوليشن نبدا بمين؟ ممرات الهواء. الحين طالما انا مروح اسالك سؤال ايه؟ الهواء هيمشي في حاجه اسمها اير داكتنج زون. حاجة اسمها ريسبيراتوري زون. طيب نعملها ازاي دي يا باشمهندس؟ يا ايه؟ بص يا فندم، أول حاجة عندنا النوز. هبدأ أنا أشرح إيه بقى؟ الإير كوندكتنج زون. هتكتب جنبه بالعربي توصيل الهواء. إير كوندكتنج زون. توصل الهواء ازاي؟ النوز بعد النوز. هذه حاجة اسمها ايه لو شاطر؟ ترى لارنكس يعني لارنكس هتجرب. بعد الحمدان عندي مين؟ تراكات. التراكات بتتقسم لايه؟ دوم مين برونكاي. طيب ترجع البرونكاي تتقسم الى مين؟ هتتقسم البرونكاي يا شطار الى برونكيول. طيب بعد البرونكيول ترجع تتصل الى تيرمينال برونكيول. تتصل هنا مع تيرمينال برونكيول. كده خلص الهيد كونتاكتنج زون. يبقى نوز ها مثلا سبحان نوز لارينكس تراكيا تو برونكاي ها برونكيول ها تيرمينال برونكيول. تمام. الشاطر بقى اللي يقول لي هل هنا بيحصل جاز اكستشينج؟ لا ما بيحصلش جاز اكستشينج، مفيش تبادل للغازات يا دكتور. على الرغم ان حواليا في بلاد صدمات في دم، بس ليه ما بيحصلش جاز اكستشينج يا فندم؟ علشان هي مالها سك مول. الضغط بتاعه ماله؟ تخين ولا رفيع؟ تخين. ست مول. النو جاز اكس تشينج انه ست مول. ده سؤال ام سي كيو. طيب تاني حاجه من معلوماتكم في الاناتومي ان التراكيه تحتوي على كارتريج. الكارتريج دي مالها؟ سي شيج كارتريج. يعني ايه كلمه سي شيج كارتريج؟ في حوالين التراكيه مثلا زي المذكرة كده داير ما يدور. هل فيها كارتوج داير ما يدور كده؟ لا فقط من قدام سي شيب. من ورا مفيش الكارتوج مش كامل. ليه من ورا الكارتوج مش كامل؟ عشان ادي فرصه ليه يتمدد الفوسفيتاز. مثلا سبحان يبقى سي شيب كارتوج من ورا مش كامل عشان ادي فرصه ليه يتمدد الفوسفيتاز اثناء البلع. طيب النقطة الثانية إن التراكية هي إلاستيك فايبر. ها؟ إلاستيك فايبر دي تسمح بإيه؟ لينثرينج آند شورتنج. تطول وتقصر أثناء ما أنا وأنا باخد هواء إنسبيريشن التراكية بتنزل لتحت إيه ولا لأ؟ أثناء الإكسبيريشن بتطلع لفوق. يبقى أنا عندي يا فندم ها؟ الاستيك فايبر. الاستيك فايبر عشان تسمح للمانج ان هي مالها تتمد تراكيه ليزر تطول وتكسر. السي شيب دي كارتريدج علشان يحافظ على التراكيه طول الوقت مفتوحه. مش عارف المعلومه ليه بتفهم. يبقى السي شيب دي كارتريدج مش هتقول سي شيب اساسا هتقول لك كارتريدج سرينج زودها بتاعتك. سي شيب كارتريدج
عشان تخليها مفتوحه طول الوقت. طب ليه لازم مش كومبليت؟ عشان ادي فرصه للاكسجين دي جاز نايف. طيب هل في جاز اكسشينج؟ لا. طب كده خلصت الايه كونتاكتنج زون، كان الهدف منه تفصيل الهواء. تعالى بقى للسبيراتري زون. ايه بقى قصه السبيراتري زون؟ بعد التيرمينال كونترول تظهر حاجه اسمها ايه؟ السبيراتري برونكيول. بعد السبيراتري برونكيول البولار داكت. البولار داكت تطلع من حاجه اسمها ايه؟ البيولاي. يعني ايه البيولاي؟ بتاعها 2 من 10 متر. 3 لا ما بتاعها 2 من 10 متر. طيب 3 السيرفس اريا لو فتحتهم كلهم على بعض تطلع 70 متر مربع. زي الملعب مين يا جماعه؟ ملعب التنس. الناس في ناس عارفه ملعب التنس مساحته قد ايه؟ 70 متر مربع. فهي لو الفتح كلها على بعض هتعمل الملعب كله 200 متر مربع 70. طيب الالبيراي بتاعتي متحوطه ب 1000 كابيلا. تخيل 1000 كابيلا دي. طبعا بيقول لك ايه؟ ان الكابيلا دي بتغطي 95% من سطح الارض لسطح الالبيراي. يعني الالبيراي الشركات تكون كلها متغطيه بالدم عشان تسمح بالجهاز كل واحد انا 1000 كابيلا. طيب زي ايه كابيلا في مصر خالص؟ كل الالبيراي واحده. طب ليها 1000 كابيلا تخيل؟ طيب 300 مليون 70 متر مربع 1000 كابيلا 95% من السطح بتاعتها ايه؟ بتتحول لايه؟ كابيلا عشان اساعد من الجهاز اكس تشين. طيب تعالى بقى نكمل. نكمل ايه؟ الالجيماي ده في الهيستولوجي. تعالى قول لي ايه الهيستولوجي بتاعتك؟ لو كبرت لك الالجيماي كده هقول لك على معلومات ليكويد الزمن في الهيستولوجي. حد يسأل لك اللي أنا. ايوه هي ايه؟ لو انت دلوقتي هتشتغل في اورجن والاورجن دوت خلت تتكلم. الاورجن دوت كل شغله باسل. مفيش طاقة. يعني ايه باسل مفيش طاقة؟ شنو الضغط ده؟ صح؟ هنا جاي الاكسجين بضغط عالي. يعني 2 من هاي كونسنتريشن كان لو كونسنتريشن. والعكس بالنسبة لثاني اكسيد الكربون. من الهاي بريشر الى اللو بريشر صرفت انرجي؟ هل انت صرفت طاقه هنا؟ لا يا فندم ما صرفتش طاقه. طالما انت مش بتصرف طاقه يبقى اللايننج بتاع الالبيولاي متوقع يكون خلايا معقده وعماله تصنع اي تي بي ولا خلايا سيمبل وميري سيمبل؟ خلايا سيمبل وسيمبل. اسمها ايه بقى الخلايا دي؟ سيمبل سويمس كريتيلين. اهي او اسمها عندنا احنا في الفسيولوجي طيب 1 نيومو سايت. البي سايلنت يا شطار. نيومو يعني هواء وسايت يعني خليه. طيب ده طيب 1 يمثل كام في المية؟ 95%. في خلية تانية اسمها طيب 2 دي تمثل 5%. دي بقى اوبويدال او كولامينار خليها ست تخينة وكبيرة. ايه لازم الخلايا الست دي تخينة وكبيرة؟ تصنع مادة اسمها سيرفاكتان. ناخدها ان شاء الله سيرفاكتان. دي سؤال في الام اس كيو ودي سؤال. مين يا ابني الخلايا اللي بتصنع السيرفاكتان؟ طيب كرونيوموسايت. سك ولا سن؟ سك. اكتف ولا باسل؟ اكتف. الخلية الثالثة اللي موجودة في الالبيولاي خلية اسمها ايه؟ ماكروفاج. دي تايب 3. هو الماكروفاج اسمها ايه في اللانجا؟
بتطلع مادة اسمها BDRF. حد يقول لي يعني بريت رايت روت فاكتور. حد يفكر بالظبط؟ تمام. بتطلع مادة اسمها فايبرونكتين. الفايبرونكتين دي يا جماعة هي المسؤولة عن ترابط الاكسترا سيلولار ماتريكس مع بعض. ترابط الاكسترا سيلولار ماتريكس. ومين يلم بقى الهيستولوجي دوت؟ الممرات الهواء. كم ممر عندي؟ لو انت معايا بقى عشان مش عارف ايه. كم ممر؟ اير كونتاكتنج زون. ها والتاني؟ طيارات الزون. مين يقول لي اير كونتاكتنج زون؟ واحد نون. ثلاثة راجلين. اثنين نقاش. بعد كده بروديوس. بعد كده تفرق. هل في جاز اكستشينج؟ سيكولا سين موزيك. احتوى على سي شيب كومبليمنتري عشان مفتوح. طب ليه مش كاملة؟ عشان مين؟ الاسطول. طيب الاسبيراتوري زون. الاسبيراتوري برونكيولز. ها وبعد الاسبيراتوري برونكيولز البولر دايم. طيب بعد البولر مين؟ البولر. عددهم كم واحدة؟ 300 مليون. تمام. الدايمتر بتاع واحدة قد ايه؟ 2 من 10. طيب مساحة السطح كلهم لو اتفردوا 70 متر مربع. كل واحدة من الخطيئة كم جبالية؟ 1000. كم جمية من سطح الأرض؟ 95. في كم خلية يا جماعة؟ 3 5 1 دي سمبل سكريما سيبسيري. 5 2 دي 5 2 تبويدة قوسية. دي مصنع ليه؟ سيرفا. 5 3 هو مين؟ المكتب. الصفحة دي مش هتجي للمسكيو بس. طيب دي بقى عندي يا جماعة توصيلة جانبية كده. بص كده معايا يا سمحان. مين يقول القناة دي كده بتفصل ما بين مين ومين؟ دي قناة كده بتفصل ما بين الاسبيراتوري الترمينال برونكيول وايه؟ والالفيولار. القناة دي اسمها ايه يا شاطر؟ شانل اوف ميمبر. ايه فايدتها؟ ان لو حصل اوبستراكشن هنا انسداد في الاسبيراتوري برونكيولز الهواء هيلاقي قدامه سكه جانبيه ولا لا؟ زي فكره الحنس والتنفس. يبقى في قنوات جانبيه ما بين مين ومين؟ ما بين اخر حاجه في الاير كونتاكتنج زون وما بين اخر حاجه في الاسبيراتوري زون. ايه اخر حاجه في الاير كونتاكتنج زون؟ ها؟ قلت عليها الاسبيراتوري ايه؟ هاف تيرمينال برونكيولز. واخر حاجة في الاسبيرات الاسبونية مين؟ ومن الهواء لو لها السكة مقفولة قبل يوصل للالفيولار يدخل من فين لفين؟ من الاسبيرات اللي تبنى بالجزء لحد مين؟ الالفيولار. دي كلها ترانية يعني كلها ترانية فيران جانبية في حالة الاوبستراكشن. ايه الاوبستراكشن؟ انسدير. الاوبستراكشن يعني ايه؟ حد انسدير يساعد الفنتليشن ولا لا؟ طب وهي تتم بالسوء. حد عنده مشكلة كده في القناة الجانبية دي؟ في يا جماعة اكتشفنا برضو ان اللنج بتاعتنا ما بين الالفيولاري والالفيولاري في بورز كده. بروف. الراجل اللي اكتشفها سماها على اسم بورز اوف كوهن. ايه بورز اوف كوهن دي؟ قصتها كده. في ناس بتقول ان احنا كل ما بنكبر في السن كل ما المول بتاع الالفيولاري صاروا دي جنريشن. يعني ايه دي جنريشن؟ نمو. او في ناس قالت حاجه ثانيه خالص. لان دي يا فندم فكره النمله ان الماكروفاج تحضر لنفسها وتعمل نفسها فتحات من بين الالفيولار عشان تسهل بيها الحركه. يبقى الفروم دي اما هي او ايه؟ يا اما نتيجه حركه الماكروفاج حركه فيها مثلا يا اما
هي ديجنريشن. يعني ديجنريشن بس النايم ديجنريشن يعني ضمور في الجدار الالبيرول. كل ما بكبر في السن كل ما السقوط دي ما هتزيد. تطبيقات عبيطة الخروم اللي ما بين الالبيرول والقنوات الجانبية. حد عنده اي مشكلة في الكلام ده؟ كلام سهل وبسيط. لا مش حاجة وحشة العيال عارف يستورج ولا مش حاجة كلها كلينيكية يعني. كده خلصنا من السبايرات بس كلام سهل. هتلاقي العيال اللي بيحصل النهارده اللي هيجيب والله هيجيلهم سؤال يقول لهم ايه؟ مين اللي بيحصل فيه جد اللي هو السبايرات ايه؟ قلت كل من دول فوق راس الجولاي من الفضل السته تمام؟ الاسئله دي مكتوبه في كتاب الاسم. تعالى بقى ناخد السبايرات في مصر برضه في يا جماعه. هو حد عبقري يفكر ان في نظره الصفحة اللي جاية دي يمسك دي عايزين نصورها دي بسرعة عشان العصب اسمه ايه؟ فين الجيل؟
البريد نيرف ده بيطلع من كام؟ بيطلع من سي 3 4 5. طب الدايفران ده مسؤول عن ايه؟ نشأة 75% من الانسبيريشن بتاعنا مين اللي بيعمله؟ هو الدايفران لما بيعمل كونتراكشن بيدفع للقوة اللي بينزل لتحت، بينزل لتحت قد ايه؟ 1 سم النورمال انسبيريشن. طيب في الفورسد انسبيريشن لو انت شديت نفس جامد ممكن ينزل لكام سم؟ 7 سم. كام سم؟ 7. فانا يا جماعه الكلام بينزل لكام؟ 1. في الفورسد ممكن ينزل لكام؟ 7. طيب
الفيرتيكال دايمتر اسمه الدايفرام. طب الانتروبوستيريور ان الاسترنوم والريكس طلعوا لون تاني. والريكس عملت ايه؟ انا عارف ان انتوا مش حاطاها في الاسم الكلمه دي مش عارف ازاي. الريب عامل كده. لما العرب تعمل كونتراكشن بتطلعه كده. كده البرمه دي اسمها ايه؟ ايفيرجن. بتبقى العرب بيتجنح. كده الترانزفيرس دايمتر حيزي. طيب. وانا احمد يا حوزي. لو قلت الدايمتر كام حاجه؟ ثلاثه. فيرتيكال ترانزفيرس انتروبوستيريور. كده حجم الشيست هيزيد، الضغط هيقل، هيقشر، فالهواء يقل. طب انا عايز اخد فرصه انسبيريشن. هضطر استخدم اربع عضلات اسمهم اكسسوري انسبيراتوري مصر. مين الاكسسوري اللي هم؟ ها؟ واحد عضله اسمها استرنو ماستوي. فين الاسترنو ماستوي ده ايه؟ دي ماستوي، دي ماستوي الحته دي. وهنا الاسترنو. يبقى جايه من فوق لتحت. لما تعمل كونتراكشن شد الاورجن على الانسيرشن هتظهر. مين اللي يطلع لقدام؟ الاسترنا مش معقول على رقبتك اللي هتنزل. ها؟ مش معقول على رقبتك اللي هتنزل. لا الاسترنا ما يطلع لقدام. في عضله اسمها سكاليني ماسل طالعه من الفيبرا من كل من هنا وتروح في المتحف في الترابط. ماسكه في الفيرست والسكند ريفر. تعمل كونتراكشن ترفع مين؟ الفيرست والسكند ريفر. في عضله من ورا ماسكه في الاسكابيولا تعمل كونتراكشن ترفع الاسكابيولا ايه؟ تبعدها لورا. اسمها ايه العضله دي؟ الليبيتور اسكابيولا. الليبيتور اسكابيولا. في عضله طالعه ب 8 ديجيت كده اسمها سيريتس انتيريور. دي برضه بتوسع مين؟ لو انت مش عارف الباقي عادي مش عليك انتوا في ثانوي دلوقتي. استرنو ماستوري هترفع الرقبه الاسترنال. اسكالين هترفع الفيرست والسكند ويب. الليبيتور اسكابيولا هترفع الاسكابيولا من ورا. ها سيريتس انتيريور هترفع ليه؟ طبعا يا جماعه انت عايز تشوفها بقى والتفاصيل على اليوتيوب بقى ادور على ايه؟ حاجه 3 دي كده بص بالعراقه بتاعت الهدف عني ان انت كطالب عندي في الفسيولوجي تعرف ان حجم الشيست هيتصور كام لتر؟ 3 لتر فرد. ده سؤال مسكين. طيب في حد عنده مشكله يا جماعه حتى الان في عمليه الانسبيريشن؟ طيب تعالى ناخد بقى عمليه مين؟ الاكسبيريشن. العضلات بتاعتك في ناس بتتلخبط يا عيني. هيقول لك ايه؟ اكيد انت قلت هنا اكسترنال انتركوستال ماسل بتقول الناحيه الثانيه اكسترنال انتركوستال ماسل. ترد عليه وتتحمل بالاجابه دي ان النورمال اكسبيريشن عمليه ماسل. يعني مثل يا دكتوره ميار يعني لا يتطلب عضلات علشان ينفضل. لا يتطلب عضلات علشان ينفضل. امال ازاي الاكسبيريشن هيكون؟ شفت الديافراج والاكسترنال انتركوستال ماسل اللي في العاملين كونتراكشن هيعملوا ريلاكس ايه؟ فحجم الشيست اللي كان زاد في 3 دايمنشن هيرجع يقل. تضغط على اللنج تطلع الهواء اللي جواه. السؤال عندنا في الام سي كيو الاكسبيريشن اكتف ولا باسل؟ علم عليها 100 لفه و100 دايره. سؤال مهم جدا جدا جدا. عمليه باسل هي مكتوبه لو قلنا لك باللفظ عمليه باسل. طيب امال لو حبيت يا دكتور اعمل فورس اكسبيريشن كده اشغل عضلات المره دي اسمها ايه بقى؟ فورس اكسبيريشن لمصر اللي هم واحد انترنال انتركوستال ماسل يا ابيض عكس الاكسترنال انتركوستال ماسل. يعني الاكسترنال بتجنح الانترنال هتشد لجوه ما تذاكرش حاجه بقى العكس بالعكس وخلاص. يبقى الانترنال انتركوستال ماسل بدل ما الرب تطلع لقدام هي الاسترنال وتجنح لا هضمهم تاني بدل ايفيرجن حاجه اسمها ايفيرجن وعايز تعرفها بس مش مهم. وتاني عضلة الابدومينال مصر، عرفت تقول لي ايه او فرن الابدومينال مصر تعمل ايه؟ عادي يا دكتور. ما الابدومينال مصر لما تعمل كونتراكشن الضغط جوه البطن كمل فتضغط على مين؟ على الدايفرام. الدايفرام يضغط على مين؟ على اللنج. يتعسر اللنج يطلع الهواء اللي جواه. طيب هل الابدومينال مصر انت بتشتغل يا اما حضرتك يا اما ست بتولد؟ يعني اسمها بارتيكيوريشن. ها؟
يبقى تشيل الكلمة دي ما بتتكلم دي في مكانها ليش؟ يعني ايه برضه؟ الولاد. أو حضرتك في الحمام مزنوق عندك إنسان عايز تعمل انفيكيشن فبرضه فالأبدومين المصري بتعمل كونتراكشن تضغط لتحت على البلفس يمكن الواد يصح ايه؟ يتزفرط وينزل أو ربنا يسهلها لك والعملية تفك أو تضغط لفوق على الإسماعيلات في مصر فرصة الإكسبريشن طلع الهواء اللي جوه خد بالك بقى إيه؟ الأبدومين المصري بتلعب دور في فرصة اكسبيريشن دكتور في كلام بلح ما تكتبش اي كلام ما تكتبش النهارده ملوش لازمه بلح يبقى تعالى نيجي الصفحه دي قبل ما ندخل اللي بعدها عضلات التنفس ها يلا يا ريس قسمها ليه وايه ده رد بقى المسألة واحد واحد ها عضلات ايه مسؤوله عن عمليه الفينس اكسبيريشن عضلات عن الكيك اكسبيريشن اما وايه اهو نورمال اهو مين النورمال تمام يا حاج طيب الفرصة الاكسبيريشن هتطلب انترنا انت القصة المصل ولا برونا ايه؟ مصل ما تجهدش نفسك سلام الله دي صفحة المذاكرة ايه؟ ثلاثة هتسيبها النهاردة ما ينفعش تستنى قبل أربعة خمسة هات أربعة شوية النهاردة مهم جدا ثمانية كلمة سليمة ثمانية كلمة سليمة صح يا كابتن تمام حظ يبقى أول حاجة
اننا نحرك الفوكال كورد. ما الفوكال كورد لو اتحركت تشينج في اللينس طولها في الثيكنس اثناها في الفايبريشن بتاعها يصدر الصوت بقى عالي واطي ناعم فيشن راح. العملية دي اسمها ايه؟ تكوين الصوت فونيشن اند ارتكيشن. وات ذا مينينج اوف كلمة فونيشن؟ تكوين الحروف. ارتكيشن تركيب الحروف على بعض من صور الكلمات والجمل. تاني فونيشن ان انا اكون الحرف. ارتكيشن احط الحروف مع بعض تعمل لي الكلمات وايه؟ والجمل. والدليل فكر كده تتكلم من غير ما تتنفس عشان تعرف. طب تنفس بجد؟ لا الكلام طالع بالراحه. طب تنفس بقى وتعصب وينهج؟ لا الكلام طالع بسرعه وتطلع. طبعا يا جماعه مش هقعد تفصيل ان شاء الله لما تتخصص خاصه الحياه والكلام والكلام ده كله هتاخد تفاصيل مهمه. انا كلمه واحده ساوند برودكشن. ولو ربنا كرمك وكتبت انتونيشن اند ارتكيوليشن وربنا يكرمك وتدي الفوكال كورد بس ولا عايز تفاصيل ولا تفاصيل. لكن بقى اللي جاية من الشمس حد يقول لي اسم السلم موجود فين في الجوزة هنا اسمع الفاكتور ايه؟ الجوزة اللي الفاكشن يعني شمس هي يا كلمة السلم وعبد لك الحاجة انت هتفضل والفاكتور يعني شمس سهلة خالص. طيب اثنين بحرف الام اثنين بحرف الام اثنين بحرف الام اثنين بحرف الام ريجيوليشن تمبريتشر اند ريج. كلام عن تمبريتشر واحد درجه حرارته عاليه ها نفسه يبقى سريع ولا بطيء؟ طبعا سريع. ليه ما يفصل عشان يفصل النفس بتاعه ايه؟ حرارته والعكس صحيح. طيب يعني جاي دي مهمه خالص خالص الديوليشن فيتش مهمة. سؤال ام سي كيو موجود في التابلت. سؤال ام سي كيو موجود في التابلت. ايه بقى قصة الوسامة للفيتش اصلا؟ فرضا جسمك فيه اسيدوزس في حموضة تسرع ولا تبطل النفس؟ طبعا اسرع النفس. ليه؟ عشان افقد مين؟ ثاني اكسيد الكربون. هو ثاني اكسيد الكربون ده اسيد ولا اسيد؟ اسيد. لو طردته كده هقلل حد مين؟ الاسيدوزس. يبقى ثاني اكسيد الكربون لما بطرده بره الجسم كده بيقلل حد ايه؟ بس الاسيدوزس. يبقى انا يا فندم هفرض السي او 2 السي او 2 دوت هيقلل الاسيدوزس. طب افرض جسمك فيه الكالوزس العكس نفس يبقى بطيء هفرض السي او 2 عشان يحاول يعالج ايه؟ يطلع بيه. يبقى انا بتحكم في البي اتش بطريقه مباشره ولا غير مباشره؟ مش مكتوب عندك كلمه اندايركت اكتبها اهو. ده سؤال في الام سي كيو اكتب اهو. مكتوبه مش مكتوبه كده. طيب يبقى الار الاولاني ريجيوليشن اوف بودي تمبريتشر درجه الحراره صح؟ الار الثانيه اللي هي الفرق الجهاز بتحكم في الجي اتش ولا مباشره ولا غير مباشره؟ غير مباشره حكم في السي ودول. طيب اثنين بحرف الام ثانيين دي اللي هو ميديكيشن. ايه ميديكيشن؟ مش عارف ايه ادويه. ميديكيشن هي ايه يا دكتور؟ اذا فيها ادويه يا دكتوره بتتحكم تبقى بتتاخد بالانفليشن اه البخاخه. البخاخه اسمها انهاليشن. بخاخه ايه الادويه اللي ممكن تستخدم في البخاخه؟ انستيزيا. تخدير ممكن احط ماسك كده في المستشفى احط ماسك كده بيطلع غاز مخرج. او ادويه برونكو دايليتور. مين الشاطر اللي يجاوب يقول لي الدواء عدى علينا ريشن برونكو دايليتور؟ حاضر في دماغك لا انت في البايمر. مين يا جماعة الأحوال؟ كام؟ 10 جنيه. أنا عايز الدواء اللي بيعمل برونكو دايليتيشن بجسم. إحنا بقى إيه؟ دواء كده كان في بوكس لونه أصفر ومكتوب كده برونكو دايليتور برونكو أسود. أيوه اللي اليوم هياخد 20 جنيه. طب 50 جنيه عشان 10 جنيه بعد كده.
حرف ايه بقى؟ ده سؤال واحد.
بالمونري سيركيوليشن وبروتكتيف فانكشن. حد شاف يرفع ايده ويقول لي ها هي بالمونري سيركيوليشن وكده يا دكتور؟ ها بتطلع عروق الدفايت فين بالمونري ارج طولان بالمونري كين وترجع تاني على الليفت اتريوم. دي البالمونري سيركيوليشن لو مش عارفها تبقى وراها ماتشيزيشن رايت بنت ماشي خالص. دي هناخد مش في السيروس مش عارفه كده رايت بنت بالمونري ارج طولان بالمونري فين رايت ليفت ليفت فاين ليفت فين بالمونري سيركيوليشن بتبتدي يا محمد بين فينتريكل بتبتدي بين فين ده كم ماشي رايت بنت بالمونري ارج طولان بالمونري فين اربعة ليفت ايه؟ اتريوم. ايه وظائف البلمونري سيركيوليشن يا عمر اللي بتكتب ايه؟ ست وظائف. كم وظيفه؟ سته. واحد جاز اكسبشن يا سلام ما انت بتستني تقول جاز اكسبشن. اثنين ميتابوليك فانكشن فاحنا لسه قايلينها يا عم. ثلاثه ريموفال اوف ثرومبولايز يا سلام جديد. أربعة أكت أز أسيد يعني إيه سيد ترجمها؟ منخل. المنخل زي أبو عارفين منخل اللي هو بيجي حب في كده أصلا دكتور قول الله ما أعرفش مصفى يا أبو مصفى إيه بالظبط؟ أي جلطة ماشية في الدم دخلت الرئة الرئة تمسكها تكسر. هو على طول البالون اللي غلط يخش اللي هو ليه مصفى يعني مش مصفى اللي هي مكرمة دي مصفى مكرمه حروق. لا مصفى معناها ان هي في طريق دين وليس سيستم هون بيكسر اي جو. طب ما احنا لسه قايلينها خد بقى الخازوق اللي جاي بتخزن متر دم كام متر دم يعني انا لو حصلت الهيمورج النهارده ده ايه اللي يحصل؟ يروح البلمونري بلاد فيزلز عند باظ كونستريكشن. باظ ايه؟ كونستريكشن. طب لما يحصل باظ كونستريكشن هطلع الدم اللي عندي اللي هو كام متر زياده؟ واحد ابعته 20 رن سيركيوليشن. مين العضو الثاني اللي خد الدم اللي هو في الشريك؟ حاضر. كام مللي اطلع؟ 2.5. يلا يا فندم كده بتلم الفانكشن بتاع البلمونري سيركيوليشن. واحد ستورج خد الدم واحد لتر. اثنين سي فلتر. ثلاثه ريموفال ثرومبوليز. اربعه ميتابوليك. خمسه جاز اكسبشن. سته ديفينس يعني دماغ. والله العظيم كده احمد يتميز الاسبيريشن بالتين سي سهل وسريع وفي كلمات متكرره كتير يعني الست حاجات اللي قلتهم متكررين ديفنس ميتابوليك ريموفال اوف سبلاي سيف جاز اكسشينج خمسة وثلاثين واحد. كل اللي فات ده كل اللي فات لكن اللي جاي رقم 8 لو غلطت في واحد جاي ايه بقى رقم 8؟ بروتكتيف فانكشن. يعني ايه بروتكتيف فانكشن؟ بروتكتيف فانكشن طيب Thank you.
أكثر من كام؟ أقل من كام؟ أكثر من 2
اقل من 10 بتبقى سيمتوم. طيب تحت تاثير عصب اسمه ايه؟ البين. طب شوف بقى السؤال اللي جاي ده. واحد النهارده الدوبلت سيل بايظ، الدوبلت سيل بايظ، ايه اللي حصل؟ ميو بس؟ لا طولت ما فيش ميو. اللانج بتاع البامب بتسيء تدخل تتربط فيها ولا لا؟ طبعا لو البامب بتسيء تتربط بكتيريا بقى وفصيلات وفيروسات تعملوا ايه؟ مشاكل صحيه. بس هل المشاكل الصحيه دي هتبقى معاه طول العمر فقط؟ ايوه فاهم. كرونيك لانج كرونيك في مرضى كده ما عندهمش لوكس على فكره، وده بتاع تبقى زي الزفت. حاجه يعني اللوكس اللي انت بتتضايق منه ده دايما حاجه بروتكتف ليه؟ ان هو ما عندوش الرئه بتاعته لما بقى زباله بقى ومفاتيح ومصابير وروح ما هو لازم تكمل. انا لازم اكمل اللوكس اللي جنب التراب ينفع يتخزن في الصدر؟ يجي المريض يشتكي يقول لك ان صدري ملفش مليان ميه ولازم افرده. مين بقى اللي هيشنطه؟ الكلية مش هنا الكلية، هنا شعر، الشعر ده اسمه ايه؟ الكلية. الكلية تتحرك الكلية فين يا ابنك؟ من تحت لفوق، من تحت لفوق. مين الشخص اللي ينفع يجي يقول لي ايه؟ هي الكلية لما تتحرك من تحت لفوق هتطرد مين؟ الميو. كمل يا بكتره. الميوكس لما تطلع لبره تروح تصور بلغه مليان ميوكس ومليان ايه؟ بلغه. طب ليه من الميوكس الاول؟ واحد بيطلع من خلال اسمها دوبلت سيل تحت تاثير عصب اسمه بيلي. حد مين؟ من اللي بليو ريتش النيورو جلوبل نوع يا دكتور ده نوع ايه؟ ماجي. اي واحد بقى تلاقي الام ولا ايه ولا جي ولا ايه ولا كل السيتويشن بتاع جسمنا اللي النيورو جلوبل بتاعها بيبقى نوعه اي جي اي. هو هتطلع سؤال مش مشكله علم عليها وكل سؤال. كل السيتويشن نوعها ايه؟ طب لو ما فيش يا ابني ميوكس صارت كرونيك لاين ديزي الله اكبر. طيب السيريا طول حركه الفيليبين من تحت لفوق مين يوقف حركه السيريا؟ هايبوكس. الناس اللي بتشرب سجاير دي هايدريشن الجفاف. او لو جيت في المستشفى خدت في العنايه لاي سبب من الاسباب اضطريت يا اللي بتتكلم اركب لك بنت. يعني ايه بنت؟ بنت بيت. ايه بنت بيتور؟ جهاز تنفس صناعي. ما هي معلوماتك عن جهاز تنفس صناعي؟ بتجيب انبوبه كده وتدخلها في تراكيه. والانبوبه دي مؤاخذه متركبه على المنفخ كهرباء. المنفخ دوت يدي لك هواء للاكسبيريشن. اثناء الاكسبيريشن تفضي الهواء. يبقى انت مش بتتنفس، انت تحت امر الجهاز. الجهاز متظبط يقعد يديك هواء كل مره. طبعا الهواء اللي داخل داخل بهاي بريشر وممكن هو داخل مدمر مين؟ السيل. فانت هتفوت العيان ازاي؟ العيان بيتنفس مفيش مشكله بالجهاز، بس انت بغبائك نسيت تركب الشفاط. احنا قلنا هنبوظ الجهاز التنفس الصناعي، بتدخل الهواء في نفس الوقت ليه؟ تخش مين؟ السكريشن. السكريشن دي لو ما اتشفطتش كارثه هتتراكم والعيان هيموت منه. ليه؟ من الايزولاير اتمنت انقاذات. عمرك ما تعرف تعمل تبادل ليه؟ زي مش مكتوبه كده. بيقول لك مكتوب لك ايه؟ فنتيليشن اندر هاي اوكسجين بريشر. اكتب جنبيها اللي هي جهاز التنفس الصناعي. طيب كده لو وصلت بارتكلز كام؟ اكتر من 2 اقل من كام؟ من 10. طب لو بارتكلز اقل من 2 مين بقى اخر السنه اللي مستنياك؟ الجاز والسلم. طيب افرض فلتت الضغط سلم والميثاقو فاتت ودخلت على الدم. جسم غريب دخل في الدم، مين يتعامل معاه رئيس؟ الاميونيتي. مكتوب لك فلح بقى كومبلمنت ولاكتوفيرين وسيل ميتين الاميونيتي فاجوسايتوزس. يا عم اميونيتي وخلاص. بس وبعدين هنا يبقى تعالى بقى نلم البروتكتيف فانكشن. ها يلا معايا يا استاذ خلاص نبع الحكيم والحته خلاص لان بقى البروتكتيف فانكشن. يلا واحد كام وظيفه؟ 8 بروتكشن. واحد اير كونديشن بروتكتيف ريبليشن. بروتكتيف كنت تعمل ديزل بروتكتيف كنت تعمل ضغط مليان الانسولين فيها ثلاث حاجات اهو. لو بارتكل دي افضل اكثر من كام؟ من 10. مين ذكى؟ نزل ايه؟ طيب رقم 5 لو اكثر من 2 اقل من 10 من
منه. طيب لو اقل من اثنين طبعا دي معلومه في ايه تاني كده صوره حركه تحت الفوق. طيب بعد كده لو اقل من اثنين دي بتاعه ضغط الدم. طب عدد المناعه يلا نلم السؤال كله على بعضه عشان نشوف مركزين ولا لا. هو السؤال اسمه ايه؟ نظم ما تفكرش عشان انا بتعمل بشكل بالبيت. انت ما عندكش وقت تذاكر اتعب في انك قاعد دلوقتي على مكتبك. كام فانكشن؟ ثمان يا امه واحد ساون؟ لا خلينا قاعدين بقى نشوف. لا مش قصدنا مش ساون 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 عن طريق البوكل كورد بعد العملية اسمها كوليشن هان أرتكوليشن مطلوبة يا جماعة كوليشن هان أرتكوليشن سنيل هان سنيل كوليشن طيب اتنين بحرش الأرض كوليشن كوب تمبريتشر دي دايركت ولا اندايركت اندايركت عن طريق تحكم في السيد اتنين بحرش الميديكيشن أشهر ده مين برونكو برونكو دايليتر وأنا سيس طيب ميتابوليك بصنع سيل بالنورال بريشر
او الواي الثاني يا محمد دي انترا ثوراسيك. هيجي لنا الايوان الثاني ولا الايوان الاولاني؟ الثاني. نبدا في الانترا هارد. ايه هو الديفينشن بتاعه؟ حد بقول لك انترا الفر يا ابني. سيب الموبايل يا حبيبي. الضغط داخل القلب يبقى الديفينشن بتاعه measure inside the alveolar. Back is that either? Annual delay. How is it all? Doctor, is that what you say? 6 millimeters. أكيد أكيد مرافق. أثناء عملية الانسبيريشن يلي بتتكلم. الضغط جوه الالفيولار اكبر ولا اقل؟ قال يبقى 75 مثلا. عشان هو يعاقب ما احتمالش ما عندهاش مراحه ولا شفقه دي مش حد ال 75 ملك الجن ثالث واحد ثالث واحد يعني اقل من حط الجو كام؟ بثالث واحد. طب اثناء الاكسبيريشن هيبقى موجب واحد واحد اكثر من الضغط الجوي كام؟ هو طب لو خد فرصه انسبيريشن خط كام؟ سالب 30. طب فرصه انسبيريشن موجب 40. فاهم يعني موجب 40؟ يعني الضغط داخل الجلايد اعلى من الضغط الجوي ب 40. 40 واحده بقى هيكسب 76 مرحله او اقل من الضغط الجوي كام؟ ب 30. طب فرصه انسبيريشن هو حتى نفس ليك سكة خطر عايز تشد سكة محفوظ سكة خطر عارفين السنة كام حوالينا الباب بتاع اللرج باب الاوضه المفروض اثناء الهواء اثناء الاكل هو وانت بتاخد نفس اتلخبط يعني وحط فانت شد جامد هو مقفول الضغط اللي هو الاجمع تقل طبعا تقل عن الضغط يوصل سالب 80. الراجل اتاسهل اسمه مولر فسماها مولر هانوفر سوبر يعني طريق وتجربه اعكس بقى يا راجل اللي هو فولس اكسبيريشن بس اجينس الاوست روح النهارده في الحمام الراجل اللي كشف فضلت في الحمام انا كنت في الحمام بتحصل بتطلع النفس تقفل الجلوتس فالهواء يتكتم في السد يضغط على الابدن على البلفز ربنا يكرمك يا تولد يا سيدنا يوصل لموجب كام؟ 100. اللهم صل على النبي. اجاب 100 ده ممكن ينفجر فيها فخد بالك. يبقى احنا يا جماعه ضغط النفس المليون كام يا فندم؟ كام يا فندم؟ قول يا ريس سالب واحد فورس انسبيريشن سالب.
الفرق ما بين النفس والنفس، استنى بقى، في معلومة هنا مهمة الناس مش عارفاها، بين النفس والنفس، واحد بيتنفس ازاي؟ بص، وضوء، 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 احنا مش هرجع، نفس كده، نفس كده، وضوء، وضوء، الاسبيريشن، الاسبيريشن، بوز، الاسبيريشن، الاسبيريشن، بوز. ودي كلمة سيف. يا سيف قول الضغوط كده كاملة على بعض. انتر الفلوريشن الضغط داخل الزيرو. اثنين الزيريشن ثالث واحد. الزيريشن موجب واحد. اثنين بوز زيرو. فرصة الزيريشن ثالث 30. فرصة الزيريشن وده 40. طيب الظرفة الدفنية مولر ثالث تذكر. فرصة الزيريشن. طيب ده الضغط الاولاني. يعني ايه بقى الشباب كابتن كوكب؟ يعني ايه كابتن كوكب؟